طيب خلينا نتكلم كده سريعا ونقول هو كان فوز غالي امبارح اكيد على ام بي وسط غياب بنتكلم برضو 7 لاعبين من الاساسيين، تحديات كانت كبيره جدا على الاهلي، وبنتكلم كمان مش بس محليا وقاريا، هنتكلم في كل ده. وفي اسئله احنا عندنا برضو حابين ان احنا نسال كابتن احمد عبد الفتاح نجم الاهلي السابق اللي منورنا دلوقتي بشانها، عشان برضو الصوره على قد ما نقدر نوضحها لحضراتكم وتكون زي ما بيتقال كده فيها نوع من الشفافيه. صباح الفل. صباح الخير. لا ده احنا ما صحيناش لسه. لا صحينا ازاي؟ صح معانا في ديلي ومبسوطين عندنا حاجات كتير هنفرهدوا معانا فيها فاكيد هيصحصح. صباح الفل يا كابتن، اهلا بيك منورنا. صباح الخير. وزي ما نعواند بتقول احنا عندنا كلام كتير محليا وقاريا، بس تعالى بعد اذنك نبتدي محليا وتحديدا اخر لقاء للنادي الاهلي مباراه الامس مع ام بي والفوز الغالي اللي اتحقق في الرمق الاخير انجاز التعبير من اللقاء. كيف رايت هذه المباراه؟ التفصيله بتاعه ان انت 90 دقيقه انت خسران بنتيجه 1-0 وكالعاده 90 بلس الكلام بيتغير، يعني ثبات هذا المبدا برضو اكيد يعني بيشكل ظاهره الى حد كبير ملفته للنظر. فشفت الماتش امبارح ازاي؟ بص، بعيد عن النتيجه، اداء النادي الاهلي امبارح متغير، يعني شكل اللعيبه في الملعب في روح، في قلب، في احساس حتى واحنا بنتفرج، غير المباراه السابقه اللي هي في الدوري اللي هي سلسله التعبير المطلق ولا مباراه البنك الاهلي تحديدا انت بتتكلم عليها؟ مباراه البنك الاهلي ومباراه المصري اللي هي سلسله التعادلات اللي حصلت الفتره اللي فاتت. مباراه امبارح شكل لعيبه النادي الاهلي في ظل غياب 7 لعيبه، ودول يعني احنا بنتكلم كتيم وغياب 7 لعيبه، دي حاجه كبيره جدا. ثلاثه خط هجوم، حاجه اي مدير فني بتبقى بالنسبه له صعوبات ما بعدها صعوبات. لكن النادي الاهلي اتحط في موقف زي دي كتير، خبرات لعيبه النادي الاهلي اتحطت في حاجات زي كده كتير، وبيجي النادي الاهلي في وقتها وروح زي ما بقول روح لعيبه النادي الاهلي وروح الفنانه الحمراء تظهر في الموقف اللي زي دي. امبارح في ايجابيات كتيره جدا للمباراه غير المكسب، ظهور بعض اللعيبه حتى الصغيرين زي كوكا، زي زياد لما نزل، ناس بتلعب غير مكانها، قفشه امبارح ظهر بصوره انا شايف من وجهه نظري من احسن لعيبه في المباراه. الميس باص عنده انا شايف مفيش ميس باص خالص، ودي بتبقى اللعيب نص الملعب حاجه مهمه جدا طبعا. انه يلعب في مكان زي الديفندر دي داني ماتش على التوالي، برضه تطلب منه حاجه دفاعيا تقلله هجوميا، لكن هو امبارح كان مؤدي دور متوازن جدا جدا. كوكا كمان بيلعب في نص الملعب واصلا في الطبيعي بيلعب باك شمال، لكن قدم مباراه جيده جدا، وانا شايف ان هو خامه مبشره جدا. لو اتكلمنا عن حاجات كتيره بقى، الروح اللي تكون خسران للدقيقه 94 وتقدر تحول النتيجه، ده برضو شعور احنا حسيناه كتير في اوقات كتيره جدا خلال مباريات كتيره النادي الاهلي معودنا على كده. الحمد لله فيها توفيق اكيد، ده التوفيق ما بيجيش غير للمجتهدين طبعا. في ماتشات كتيره جدا اجتهدنا وما قدرناش نكسب او ما قدرناش نتعادل، ربنا ادانا المكسب في الوقت ده. علامات معينه، ثقه، روح جديده، لانك حافز للي جاي بالظبط هو ده طبعا. فالحمد لله ان النتيجه مهمه جدا للفتره الجايه ان شاء الله كابتن احمد، بمنتهى الصراحه اسالك سؤال وعايزه اجابه صريحه، يعني بجد هو احنا دلوقتي يهمنا عشان لا ما انا مش زعلانه بس انا بسالك سؤال مهم هو احنا يهمنا دلوقتي بمنتهى الصراحه ان احنا نفوز بس، ولا ان احنا نفوز ونلعب كويس؟ وفكره ان انا افوز بعد او ال 90 بلس بتاعي ده مقلق جدا، خليني برضه اكون صريحه معاك، بتشوف ده ازاي؟ بص، هو يعني الفتره اللي احنا فيها دي في ظل تلاحق المباريات ما تستنيش اداء في بعض المباريات أصلاً. طبعا، لان في عندك مجموعه من الاصابات، لعيبه بتلعب في غير اماكنها، كل 3-4 ايام مباراه، انت عينك على بطولتين مهمين جدا، فانت الاهم حاجه دلوقتي بتفكري فيها انك انت 3 بونت عايز توصلي للمنافسه، تخشي تبقى اول الدوري، بتلعب متوازن بين بطولتين مهمين جدا، فرق بينهم كل مباراه 3-4 ايام. اي مدير فني ساعتها تقول له لا الاداء ولا المكسب، التاريخ ما بيفكرش غير او ما بيذكرش غير النتائج. الاهلي كسب ازاي؟ احنا ما نفتكرش الاهلي سنه 85 خد الدوري كسب مين وكان شكله ايه خالص. النادي الاهلي حصل على بطوله افريقيا 2022 اللي هي ان شاء الله باذن الله اللي هتبقى الثالثه على التوالي. هو ده التاريخ بيذكر كده، التاريخ بيذكر ان النادي الاهلي خد الدوري السنه دي ان شاء الله 2022 مع كاس افريقيا باذن الله مع كاس مصر. بس ما بينساش برضو اللعبه الحلوه والكره الحلوه والباس الحلوه، وبتفضل مخلده زي ما بتقال ده اكيد طبعا. مع انا شايف ان امبارح الاداء كان حلو،
طب ما هو من هذا المنطلق اللي هو انت بتتكلم فيه وده كلام حقيقي طبعا مظبوط. طب ما هو برضه في المقابل العكس بالعكس، بمعنى ان برضه لما تعدي عليك ماتشات، لما تقعد اربع ماتشات ما تشمش ريحه الفوز مثلا، ولما تعدي عليك مباريات معينه وتلاقي ان انت عندك تحفظات كثيره على اسلوب اللعب، على تمركز اللعيبه، على فعاليه تمركزهم والناتج عنه، على هجمات لا تكتمل، على تاتشات في الفينيشنج ساعات بتاخد المباريات في سكه تانية خالص وبتحرمك من فوز ممكن يبقى كبير في بعض الاوقات. ما دي برضو حاجات الجماهير بتقف عندها كتير. اكيد اكيد، بس برضو احنا كفنيين لينا عندنا حسابات معينه او ندي الاعذار لحاجات معينه، غير مشجع النادي الاهلي. مشجع النادي الاهلي عايز مكسب، عايز اداء كويس، عايز فرحه ومكسب كبير، لكن احنا مثلا بنيجي نتفرج بيبقى مندين العذر للمدير الفني ان احنا اتحطينا في موقف زي ده قبل كده، يعني غياب مجموعه لعيبه كبيره جدا من اللعيبه، تلاحق المباريات، لعيبه مجهده، بنتكلم كلعيبه دوليين من ساعه ما رجعنا بطوله افريقيا داخلين من بطوله لبطوله، في حاجات كتيره احنا كفنيين لما بنيجي نخش او بنتكلم فيها احنا بندي العذر شويه، بندي العذر. لكن انا كمشجع النادي الاهلي لما باجي اتفرج طبعا زعلان على النادي الاهلي، عايز اكسب وعايز اداء كويس وعايز اخد كل البطولات، مش عايز حد يكسبني. مختلفة، الموضوع مختلف، طموح مشروع اكيد دمانية. اكيد، لكن طبعا في الفترة اللي فاتت في اخطاء، في اداء مش حلو، في اسباب كتيرة مزعلة جمهور النادي الاهلي. مش انك انت دلوقتي قريب، انت لو كسبت الماتشات بتاعتك المؤجلة هتبقى اول الدوري، لكن احنا برضو نفس القصة دي حصلت معنا السنة اللي فاتت وقلنا كده برضو المؤجلات وهنكسب المؤجلات، لكن ابتدينا في حصل نزيف من النقاط في مباريات كتيره جدا وبعدنا وتاخرنا ولغايه ما الدوري ما ضاع مننا. احنا كجمهور النادي الاهلي عايزين بطوله افريقيا، بطوله قاريه توصلنا لكاس العالم، لكن برضو البطوله المحببه الدوري العام، لانك انت فيها بتكسب فيها اللي هو المنافس التقليدي بتاعك، اللي هو الجمهور النادي الاهلي بالنسبه له ان انا اتفوق على نادي الزمالك اللي هو المنافس التقليدي احسن من اي بطوله. فده دي نقطة برضو مهمة جدا، جمهور النادي بيفكر في بطولة افريقيا لكن عينه على بطولة الدوري العام اللي هي مش عايز تضيع منه زي الموسم اللي فات. طبعا. حلو جدا. طيب لو رحت معاك لفكرة صلاح محسن هنا، وهل صلاح محسن يعني بعد فكرة برضو الأداء مؤخرا بتاعه، خلينا نبقى صراحة يعني ما كانش الأفضل، هل أنا ممكن أو الفترة اللي جاية لازم أعوض بمثلا بيرستاو يعني محمد شريف يعني، ولا لا إعطاء الفرصة ربما يخليه يعود مرة تانية لمستوى يعني وجهة نظرك؟ في النقطة دي أنا اتكلمت فيها قبل كده. لا صلاح محسن أنا مرنته في سموحة من لعيبة هو لاعب متميز ورائع، بس في مشكلة إن أنا ما باجي أحط لعيب جديد او لعيب راجع من الاصابه او لعيب لسه ما خدش كميه كبيره من المباريات، انا بحاسبه او بقيمه زي لعيب زي محمد شريف مثلا رجله في الملعب على طول. لا مفيش كده في الكوره، اللعيب اللي بيبقى لسه داخل المباراه محتاج وقت شويه. انا جات له فرصه هو امبارح لو هو رجليه في الملعب حسيت ان المباراه كان احرز هدف سهل جدا، لكن هو بعيد عن المباراه بقاله فتره، دي المشكله اللي بتقابل. هو بعيد عن المباراه بقاله فتره ليه؟ للاصابه، هو للاصابه ولسه راجع. هي دي المشكله اللي بتقابل اي مدير فني او في 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 حته التدوير للعيبه اللي بيكون بيلعب في بطوله واللعيبه اللي ما بتلعبش ويبدا يدخلها. هو ده صحي جدا طبعا، صحي، بس في نقطه مهمه جدا اللي هي كانت كنا بنشتغل عليها السنوات اللي فاتت بس في الماضي شويه، اللي هي المجموعه اللي ما بتلعبش لازم يلعبوا مجموعه من المباريات الوديه عشان صح تبقى. احنا كنا كده في زمان. وده كان بيحصل قريب لغايه لكن فتره قريبه لكن على فكره كابتن، تلاحق الماتشات والدوري المتاجل وبتلعب بطوله الدوري من ساعه موضوع الكورونا، الضغط المباريات دي بيخليك مثلا كل 3 ايام ماتش. طيب انا لما بخلص مباراه رسميه في بطوله افريقيا او في الدوري بيبقى عندي بعديها ب3 ايام ماتش، ما اقدرش العب ثاني يوم مباراه وديه وبعديها يومين. فدي مشكله بتقابل اي مدير فني وبتقابل مستر موسيماني، فعامله له مشكله شويه. اللي حضرتك بتتكلم فيه فيما يتعلق باللعيب اللي بقاله فتره مش بيشارك في مباريات سواء زي حسام حسن زي يعني انا قصدي اقول لك الى حد كبير طبعا الكلام بيبقى منطقي انه بيبقى فقد شيء من حساسيه اللعب. أكيد. حافز نفسه بيهبط يعني اكيد، لكن برضه في المقابل ساعات بنشوف العكس، ساعات بنلاقي ان في لعيبه رجليهم لو قارناهم بغيرهم رجليهم الى حد كبير موجوده في الملعب فعلا في مباريات وبطولات مختلفه، ولكن سبحان الله تلاقي في تذبذب كبير في بعض الاحيان في المستوى، واخد بالك، تارجح كده بين الاجاده التامه. حد زي بيرسي تاو نفسه، على ذكر بيرسي تاو اللي هو انت كنت بتتكلم عليه، بيرسي تاو ممكن تيجي عليك ماتش واتنين بيولع الدنيا بالمعنى الحرفي، ما تبقاش عارف مش ملاحق عليه حتى،
من تحركات ومن تمريرات والى اخره. وفي اوقات تانية اسمه ما بيتقالش كتير، نفس الكلام بيتقال على ديانج. في اوقات لما بيكون فايق بيبقى فايق فعلا. ما هو ده الاجهاد اللي بنتكلم فيه، انك بتلعب سلسله عدد من المباريات خلال 15 يوم او من 20 يوم، تتكلم خمس ست مباريات، صعب جدا على اي لعيب كوره انه يشتغل كل 3 ايام مباراه، كل 4 ايام مباراه. صعب جدا تكون انت بتلعب تلعب مثلا زي السوليه، زي ديانج، زي حمدي فتحي، لما بيكون عندك 6 ماتشات ورا بعض، بتلعب اللعيبه دي بتلعب 6 ماتشات، ما فيش مثلا يريح مباراه او اثنين، لان من الاعمده الاساسيه لفرقه النادي الاهلي. بنتكلم كالشناوي مثلا برضو من الاعمده الاساسيه، في مجموعه من اللعيبه 6 أو 7 لعيبه موجودين اساسيين، اذا كان كل مباراه للنادي الاهلي لازم يكون متواجد. ففي غصب عن اي لاعب في ظل المباراه المتلاحقه اجهاد بيحصل، التركيز نفسه من التعب بيقل، من بطوله لبطوله وخارج من بطوله وتكون كسبان وتخش على بطوله تانية، اكيد ده بيحصل بعض المشاكل في الاداء، بعض المشاكل في الفنيات، بعض المشاكل في التكتيك نفسه. لكن بتوصل للاخر انك انت بتتمنى، اي مدير فني بيتمنى ان عنده 11 لعيب في الملعب، بيتمنى ان في يكون عدد اكبر من اللعيبه في تركيزهم في اليوم ده. يعني مثلا عنده 7 أو 6 أو 8 حالتهم كويسه، في 2 أو 3 ده طبيعي بيحصل. طبيعي كل مباراه بتختلف عن الثانيه، لكن لما انت بقى نفس اللاعب بتبقى بعيد عن المستوى مباراه والثانيه والثالثه، لازم انا كمدير فني لازم افكر في تغييرك، ولازم افكر في لعيب يلعب في مكانك الفتره اللي بعدين، لانك انت خلاص انت شكلك ممكن محتاج تريح فتره اطول شويه. هنروح فاصل، بس عايز ارجع مع انا وكريم بحضرتك كابتن احمد في النقطه اللي كنت بتكلم فيها، بس نفهمها اكتر، فكره التلاحم اللي احنا شفناه في المواسم الاخيره بما فيهم الموسم الحالي، اللي كنا نامل قبل ما نخش الموسم ده ان مش هنلاقي نفس السيناريو بيتكرر. الفكره الثانيه فكره برضو الماتشات الوديه اللي حضرتك اتكلمت عنها، اللي قد ايه بتفرق بشكل كبير جدا قبل اي مباراه ومع اي او اي بطوله مع اي فريق، واللي هي اصبحت تقريبا منعدمه بشكل كبير. وفكره هنا برضو مستوى بعض اللعيبه اللي تحسن بشكل كبير، منهم طاهر محمد طاهر على سبيل المثال، وازاي ممكن الواحد يستغل ده، ومش فكره موسيماني برضو في الروتيشن اللي بيعمله. بس فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع كابتن احمد. انا كنت سالت كابتن احمد قبل الفاصل 3 اسئله كانوا ايه بقى. فكرنا كده فكرنا. لا او افتكر واحد منهم وسمعنا الاجابه. لا كان كان ايه صحيح؟ كان الماتشات الوديه والاداء اللي بعد. لا هو تفاوت المستوى بين اللعيبه اللي ما بتلعبش واللعيبه اللي بتلعب، والمفروض ان المدير الفني يتغلب على النقطه دي ازاي. بس زي ما بقول بتبقى في حاجات غصب عن المدير الفني، بس لان احنا كدوري المصري اتحطينا في موقف من ساعه الكورونا وتاجيل الدوري فتره دوري، فبنلعب الدوري ما بنلحم الدوري في الدوري، فبنلعب خلاص يعني مفيش دوري بيخلص اصلا من شهر 8 و9. احنا خلاص الدوري الانجليزي بيخلص النهارده، بيخلص النهارده عشان ادي مجموعه نلعبها راحه كويسه، نبدا فتره اعداد كويسه. لكن احنا محطوطين في مشكله بقى لنا سنتين، تلاحم مباراه للمنتخب كمان، لعبنا بطوله عربيه، لعبنا بطوله افريقيا. فتخيلي انا بتكلم على مثلا مجموعه من اللعيبه زي حمدي فتحي، زي السوليه، زي ديانج مثلا في منتخب مالي، معلول في منتخب تونس. الناس دي بتلعب دولي ومحلي. بتكلم على لعيبه النادي الاهلي لعبوا بطوله العربيه، بطوله افريقيا، دخلوا على بطوله افريقيا للمنتخبات، بطوله افريقيا الدوري عام. مجموعه من اللعيبه مجهده بطريقه غير طبيعيه لتلاحم المسابقات. طبعا بشر يعني. احنا نفسنا ما بنلحقش نفرح من بطوله لبطوله، يعني ما بتلحقش تاخد نفسك. بنخش على الجانب الثاني، المجموعه اللي ما بتلعبش. نتكلم على مثلا حسام حسن، نتكلم على محمود متولي، محمد محمود، اذا كان بقى الصغيرين زياد او كوكا واحمد سيد غريب، مجموعه من اللعيبه مميزين. بس انا كمدير فني برضو انا بلعب على بطوله، ببقى قلقان لما باجي ادخل لعيب جديد، ببقى عارف ان هو مش هيبقى على قد المستوى لو هو بعيد، هديله الفرصه مره هلاقيه مش عارف. اصلا ليه محطوطين في الوضع ده وبقى لنا اكتر من سنه على حد تعبيرك؟ يعني هل اللي بيحصل مع النادي الاهلي ده شكل من اشكال العقاب للنادي الاهلي على كونه بطل وبيشارك في كل البطولات الاقليميه والدوليه والمحليه المتاحه؟ دي عقوبه ليه؟ هو مش عقاب، بس احنا هو مشكلتنا عايزين نظبط الدوري العام في مصر او البطولات المحليه في مصر. لو البطولات المحليه مشت بطريقه وطول امتداد هي الدوري طبعا، هي السبب طبعا الرئيسي في اللي احنا بنتكلم فيه ده. اكيد طبعا، اكيد اكيد اللعيبه ما بيلحقش ياخد راحه، تيجي تلعب الدوري الموسم اللي بعديه
برضو عايز تلعب عندك ارتباطات افريقيه للمنتخب، فبتلعب تصفيات كاس عالم، فالحاجات دي كانت موجوده السنه اللي فاتت. الموسم اللي جاي المفروض ارتباطاتك اقل للمنتخب، فالمفروض لازم اظبط نفسي ان الدوري يخلص السنه الجايه على الاقل 30-5، زي لان اللعيبه لازم تاخد، ما ينفعش لعيب كوره ياخد سنتين ثلاثه ورا بعض متلاحقه بطوله متلاحقه. غلط جدا على اللاعب المصري يعني كعضلات كحاجات استهلاك بتخلص عليه. فلازم الخلاصه في الموضوع ده لازم الدوري والكاس ينتظم. احنا لسه بنلعب قرعه، هنلعب قبل نهائي كاس مصر الموسم اللي فات. معقوله في دوله في العالم بتلعب بالشكل ده؟ لكن مشكله كبيره جدا والله. لما بتحصل بتضحك يعني كتر ما هي غريبه. انك تلعب قبل انت لعبت الكاس الجديد وبتلعب قبل نهائي كاس، ازاي يعني؟ هو ده يعني ده معناه ايه؟ فلازم لازم لازم ان شاء الله الدوري الكاس البطولات المحليه تتحط لها جدول مظبوط، عشان لعيب الكوره تاخد منه كواليتي كويس. لعيب الكوره عشان تاخد منه كواليتي كويس لازم الراحه نفسها، الراحه بالنسبه ساعات في لعيب الكوره بتبقى تمرين. صح يعني الراحه بالنسبه له بيبقى تمرين مفيد ليه يعني بيفيده. لكن الطريقه بالشكل بالبطولات فعلا مشكله كبيره جدا بتقابل لعيبه النادي الاهلي. طيب كابتن احمد، الوقت للاسف بيجري، بس انا عايز اروح بحضرتك ومش هقول لك شكل المباراه هيبقى عامل ازاي، انا عايز توقعات كابتن احمد ان شاء الله متفائل بكام في الميه لماتش الاهلي باذن الله والوداد. بص طبعا ان شاء الله باذن الله من قرايتك يعني للمشهد باذن الله ان شاء الله مجموعه اللعيبه الغايبه تكون يعني بنسبه كبيره. دكتور احمد ابو عبلة كان معانا خبر، هو طمن الجميع ان محمد عمنا بس هو بدر بدر بنون بس ان شاء الله بدر خلاص احنا تعودنا بقاله فتره طبعا، من لانه اللعيبه الكبار جدا جدا طبعا. ومحمد عبد المنعم برده ممكن ما يلحقش المباراه، لكن ان شاء الله السلاي موجود ان شاء الله، حمدي فتحي ديانج. انا من وجهه نظري ان مستر موسيماني المباراه النهائيه بيلعب 3-4-3، هو بيدي معظم المباريات النهائيه او معظم المباريات اللي بيلعبها في النهائيات او مع الفرق الكبيره بيلعب 3-4-3، اللي بيدي ايمن اشرف في الجنب الشمال ومثلا ياسر ابراهيم وممكن واحد ثالث مدافع ثالث مساك، وبيدي حريه المعلول بيشتغل في الجنب الشمال، هو بيحب الطريقه دي جدا 3-4-3. وده ماتشات كبيره جدا اللي هي اذا كانت الترجي اذا كانت الزمالك اذا كانت فرق كبيره جدا تفوق عليهم بالطريقه دي، وانا متوقع انه هنلعب بالطريقه دي. طبعا مباراه الوداد وجمهور المغرب اكيد مباراه صعبه جدا، لكن عندك دوافع، اللعيبه عندها دوافع، عندها روح ان لما تشوف الكاس قدامك وانك انت بتعمل تاريخ لنفسك تالت بطوله على التوالي دي حاجه كبيره جدا. لازم يكون هادين، لازم تكون اللعيبه عندها ثقه في نفسها. طبعا انت بطل افريقيا للمسلمين وبطل افريقيا لمواسم كبيره جدا، ما تشغلش بالك ان في حد ضدك. المشكله دي لو وصلت للعيبه انك انت حاطط دماغك ان في حد ضدك الحكم ضدك الدنيا دي هتعمل لك مشكله وتدي العذر لنفسك. لا ان شاء الله كل اللي حضرتك بتقوله يحصل بحذافير، وعلي معلول يشتغل من الناحيه الشمال والدنيا تحلى ان شاء الله ونكسب الكاس بس في دولاب البطولات. أيوة عندنا بقى هي دي مكانه الطبيعي بقى يا جماعه. شكرا يا كابتن احمد نورتنا بجد، وهشكر حضراتكم. كريم هيكمل طبعا الفقره الاخيره اللي هتنورنا فيها دكتور دينا ابو سعود، وهتكلموا النهارده عن الفيتامينات الخاصه للرجال تحديدا. فاصل ونرجع نكمل.